تشعر مريم بالتعب الشديد. إنه شعور نعرفه جميعاً، يبدأ بالإرهاق البسيط الذي نتمنى أن يختفي، لكن الأمر يزداد سوءاً. لدى مريم ثلاث خيارات: الأول أن تجري اتصالاً هاتفياً وتحاول تحديد موعد لزيارة طبيبها اليوم، تأخذ اليوم عطلة، تقود سيارتها إلى عيادة الطبيب ثم تنتظر دورها في غرفة الانتظار. الثاني أن تذهب إلى غرفة الطوارئ مباشرة وأيضاً تنتظر دورها. أو الثالث أن تستخدم تطبيق سلامتك من على هاتفها الذكي لتصل إلى الرعاية الصحية عن بعد. من خلال سلامتك تستطيع مريم إجراء بحث سريع والتحدث إلى طبيبها عبر الفيديو أو هاتفياً وهي في منزلها خلال دقائق. سلامتك هي طريقة سريعة وسهلة ومريحة لطلب المشورة الطبية، فهي توفر الوقت والجهد المطلوب لكل زيارة. فمريم ببساطة تملأ بياناتها والتي يتم إرسالها مباشرة عبر سلامتك إلى الطبيب للمراجعة. يقوم الطبيب بمراجعة معلوماتها ثم يجري الكشف الطبي عليها عبر مكالمة فيديو في دقائق. يقوم الطبيب بالتشخيص وكتابة العلاج اللازم والذي تصرفه مريم من أقرب صيدلية مشاركة في سلامتك. فقط عند الحاجة إلى مزيد من الاختبارات يوجهها الطبيب إلى زيارة لعيادته. مع سلامتك لم يتطلب الأمر سوى استخدام هاتفها الذكي لدقائق معدودة فقط، ولهذا فمريم سعيدة لأنها وفرت الكثير من الوقت والمال والجهد. مع سلامتك أصبحت الحياة أفضل.